يلا ها تعال تعال فراستي جاي ان شاء الله خير شباب. هذا رصاصي وهاي اثنين اثنيناتين هاي تشينا والرصاصي زعف الزيرة والرصاص تبقى بس تشينا تشينا اذا نزلت اول بعيد ان شاء الله. الله كريم شباب. ها شباب شلونكم عيني رجعنا لكم. هاي الزيرة هاي الزيرة وهذا الرصاص البطل هذا الرصاصي. الساعة هسه 4 وش قد حيدر؟ 4:03 4:03 المطيار الساعة 6:30 عندي بس بعد نقص طيرة تشينا اذا تشينا بينت فاول بعيد غالب الدنيا كلها واذا لا والله تشينا ما بينت يعني بعد ما اعرف شوف الحسابات. هذا الرصاص صعدت الزيرة يمكن رصاصة هم بيصعده والله هو من ينزل يقعد ويلعب انضرب راح ليغاد راح ليغاد اختراع صقر صقر اكو اي هذا صقر شوفوا شباب هذا صقر صقور هاي كل يوم انا ملي خلني عم ملي خلني اي اي صعد شوية هذا يعني ما تسوى فراس هاي يا هاي بصور هذا وهذا مبين شنو بعد هذه شي زيره شباب وهذا الرصاص. يلا شباب راح اشد المقطع وارجع لكم شويه الاخ ان شاء الله. شباب هذا الطير الخامس في الساعة حيدر هذا كمينجر أكراس 14 رجل لا يحط تعالي نطلع على شبه هذا الشباب ترى خلنا صورة زين بالساعة حيدر بالساعة بالأربعة وسبع دقائق حط هذا الطير كمينجر السليتي الأربعة وسبع دقائق هذا البطل ما شاء الله ما يبين من هنا وهاي الطيرة الزيرة حيدر عيني هاي الزيرة هم راح تنزل هيني هذا كان وردي وازرق ايه وردي وازرق وردي وازرق ايه هذا هذا ساعة بالأربعة وسبع دقائق بالأربعة وسبع دقائق زين بعد عندي الزيرة والتشينة هاي تيدي تشينة هاي اثنين بعد اثنين بعد شباب ان شاء الله الله يسهل هاي الزيرة شباب يلا عين شوية اللوخ شباب وهمينا نصور لكم ان شاء الله خير هاي شباب عيني هاي الطيارة السادسة الزيرة يبقى عندي بس تشينا بعد اذا بينت يعني اول واذا ما بينت بعد ما ترى هسه نحسب ونشوف الساعة بيش أربعة وستة عشر دقيقة يعني أربعة وربع هسه شباب نزلت انا 6 طيور اول طير 2:24 دقيقة الطير الثاني 2:25 دقيقة اول طير الطير الثاني ب 3:07 دقائق الطير الرابع والخامس ب 3:47 دقيقة و 46 دقيقة
والطير الخامس، لا الخامس الرصاصي بالأربعة وسبع دقائق، وهاي الطير السادس يعني هسه أربعة وربع تقريبا، وبيها مجال بعد عشر دقائق. يلا شباب شوي اللغة ومرجع لكم. ها شباب يعني هاي نزلت الطيارة، هاي الزيرة بالأربعة وعشرين دقيقة حاليا. تاخذ الأفرة هاي تشينا يعني إذا بينت طيب الأمور. تبين سودة تشينا؟ اي تشينا سودة تبين قبل. وهاي زيرة شباب حاليا اكو احتمال شباب انه هاي الطيارة تاخذ اخر طير على السباق، يعني اذا نزل احد وراي ياخذ الجائزة مني، واذا ما نزل احد وراي انا اخذ الجائزة. بساعة حيدر 24 دقيقة. بلكي تسويها ونص فصله وصور جديد، بس لا تمسحها خليها امك المقطع حتى خاف احد يسالك عليه يقول ما هذا المقطع. هاي الطيارة شباب حطت راح تحط يعني هاي الشباب إذا تذكروها اللي ضاعت وتقريبا السنة كاملة ورجعت ما شاء الله. شقد الساعة حيدر؟ 4:24 دقيقة ما شاء الله شباب. بقى عندنا بس الطيارة تشيلها، إذا بينت فإن شاء الله أول بعيد، وإذا ما بينت هسه نشيك الحسابات وإن شاء الله. تعال سجل حيدر الوقت مالتها، سجل عيني وقتها 4:24. هاي الأوقات، هاي الطيارة السادسة بالأربعة وأربعة وعشرين كمينجر تشينا. جولد زيرا هاي بغتر كمينجر تشينا بعد كتبين. يا هاي تصورت حيدر سبق عدد. هاي الأوقات ماتي حيدر يا هي من تصورت طلع اسم إن شاء الله خير شباب. يلا شباب راح اقطع المقطع بلكي تبين تشينا وهمين اشوفك اياها. حياتي لكم. ها شباب شلونكم عيني، انتظروا تحديث السباق ان شاء الله ينزل هالمقطع. ادعونا بعد لطير، ادعونا بعد لطير واحد وينزل. تحياتي لكم شباب شلونكم. يلا هذا صور اخر يعني مقطع،
هذا الحمام اللي شارك هسه عندي بعد طير من بين يعني اصور ما ينزل بعد الله اعلم. هاي اللي نزل هذا نزل اول طير 2:24 دقيقة. هذا الطير الثاني نزل بال3:07 دقائق. هذا وهذا نزلن تقريبا 4:15. وعندي هذا الرصاصي نزل بال4:07 دقائق وهاي نزلت بال4:24 دقيقة. يعني هاي طيور ومطيار 6:30 وهسه بعد لي طير واحد. يعني اذا الله سهل يبين الطير اغلب اول، اذا لا والله ما بين ما تنعرف جو الثالث رابع ثاني ما اعرف والله. وان شاء الله خير شباب، وان شاء الله راح ارتب لكم المقطع مال السباق. تحياتي لكم شباب.